بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع كتاب 5 أجيال، مدرسة الخالدية الابتدائية، جيل سنة أولى ابتدائي 1946. كأي كتاب هناك مؤلف وهناك ناشر. المؤلف الأستاذة وفاء، وهي خريجة كلية التربية مكة المكرمة، وعملت في مجال التعليم أي التدريس 25 عام، التعليم العام كموظفة أو مدرسة تتبع لوزارة التعليم التربية والتعليم في السعودية، وأيضا المكلف بخطة الناشر من قبل شمس للتدريب، وهي شركة مكة سمارت للتدريب التي هي موجودة في مصر. المكلف بخطة النشر وتجميع صوتيات الكتاب أي اللقاءات مع من درس في الخالدية في السنة الأولى ابتدائي في 46 و52 و58 و64 و70. سنجعل عام 70 للبنات، حيث أن المؤلفة ستقوم بالدور، يعني من درس أو دخل أولى ابتدائي عام 70 هم من البنات، سيتم الحوار معهم. فإذا هناك مجموعة حوارات مع شخصيات التحقوا بالمدرسة الابتدائية في هذه العام. إذا تم والتقينا ب500 محاور قد درس الابتدائية في مدينة مكة المكرمة، أو درس الإعدادي أو درس الثانوي، لكن تقريبا هو موازي لمن درس في الابتدائية في هذه الأعوام الخمسة، أسميناها جيل سنة. فإذن عندنا 5 أجيال، جيل سنة 46، 52، 58، 64، 70، كأننا بنجمع وثائق الكتاب. فلو افترضنا أننا التقينا ب500 رجل و500 سيدة، لأنه من تخرج عام أو من دخل ابتدائي عام 70 عمره الآن قد وصل سن التقاعد مثل الأستاذة المؤلفة. هناك جهد قد يتطلب 3 أشهر، ولكن سيكون موازيا
لكتابة الكتاب، والذي سنتحدث عنه في الحوارات، يعني في الحوارات مع المحاور سنتحدث عن الكتاب، الهدف منه. طبعا من اسم الكتاب هو في التعليم ونقل صورة للأجيال التي مثلا قد يقرر الكتاب السنة القادمة تكملة أو بعد عام 2000. نحن ما نعرف الطبعة الثانية ستكون، لأنه حسب طلب القراء، يعني سنعرض استفتاء أثناء الكتاب موجود للقراء، يعني سنسجل أسماء من اشتروا الكتاب حتى نعرض لهم الاستفتاء. استفتاءات الطبعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها لمن يملك الكتاب وقرأه، يعني ما يطلبه القراء في الطبعة الثانية. هذا الكتاب خالد، مثل اسم المدرسة الخالدية، فبإذن الله يعيش الكتاب هذا مدة، أو طبعاته، 20 عام، يعني هناك 20 طبعة. قد تكون الطبعة كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة، يعني أقصر مدة لإعادة الطبعة 3 شهور. نرجو من الجميع التعاون معنا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.